عندك مع شهيوات الدار؟ كتعرفي بزاف ديال الأسرار والوصفات وما كرهتيش بزاف الناس يعرفوهم؟ إيوا تابعي معنا كل صباح فقرة مطبخ إيديال ودامتي في شادة الأسرة، وبارطاجي معنا الوصفة مع سر النجاح ديالها في الواتساب على الرقم 0669 70 29، وكوني من بين الفائزات اللي كيربحوا كل يوم أجهزة إلكترونية منزلية صغيرة. أما الفائزة الكبرى، إيوا أشنو كتربح؟ كتربح كل شهر روبو إلكتروني متعدد الوظائف من طراز الرفيع من عند إيديال ودامتي. إيوا شنو كتسني؟ صيفطي الوصفة وسير النجاح ديالها ومبروك عليك رباح. إيديال، لنغدي الفرحة مع فقرة مطبخ إيديال ودامتي. شاركي وفوزي بروبو إلكتروني متعدد الوظائف من طراز الرفيع كل شهر، وكذلك أجهزة إلكترونية منزلية صغيرة كل يوم. أنتي أش من منتوج غتستعملي اليوم؟ إيديال، لنغدي الفرحة. كيف عدنا دائما كنتلقاو المشاركات ديالكم من خلال الرقم ديال الواتساب اللي هو 0669 70 70 29. هذا الرقم هذا رجاء راه كتصيفطوا فيه الشيوات ديالكم مرفقه بالمنتوج اللي استعملتيه. ما تنساوش لي ايضا الاسم ديالكم بالكامل والمدينه، غنقولها المره الالف. يعني صراحه راه كيبقى فيا الحال ملي كنشوف بعض السيدات كيصيفطوا الوصفات ديالهم وما كتصيفطش لي الصور، كتصيفط لي الوصفه والمقادير والطريقه وهذا وما كتصيفطش لي الصوره. ثاني شيء بعض المرات كتصيفط الصوره بلا منتوج، اولا بعض المرات كتصيفط كل شيء بلا الاسم ديالها. فرجاء هادو من الامور اللي خاصها تكون. ما انا وصراحه الله ما كرهتش كل السيده اللي كيشاركوا معنا يربحوا، لان هنا كيقول لي غير الحظ. يعني اننا ما تنختاروش لا بالمدينه اولا بالاسم اولا بهذا. المشاركات متاحه لكل السيدات، لكل نساء اللي كيسمعوا معنا حتى الرجال، يعني كلهم انهم يقدروا يشاركوا. يعني ما كاينش شي شرط اللي هو نقدروا نقولوا كنستنيو فقط هاد الامور هادي اللي هي اساسيه. خاصنا نعرفوا الاسم ديالكم والمدينه منين نتوما، بالاضافه للمقادير والطريقه ديال التحضير والشهيوه خاصها تكون مصوره مع المنتوج. يعني اولا كتشوف بعض المرات السيدات كتصيفط لك الطريقه ديال يعني المراحل، ولكن في الاخير ما كتعطيكش الصوره النهائيه ديال الوصفه. فهذه كلها امور ربما كتستني، فردوا البال لهاد الحاجات. ثاني شيء هذا الرقم هو اللي كنصيفطوا فيه كل شيء، ماشي الصفحه ديال البرنامج، ماشي شي امور اخرى. هذا الرقم فقط اللي هو 06 69 70 70 29. راه تبارك الرحمن، يعني لجيت نقول لكم شحال ديال العدد ديال السيدات اللي تيشاركوا، راه بالالف والالفين ديال الوصفه اللي كتقدر انها توصل في النهار. يعني السيدات اللي غيقول لا انا شحال وانا كنصيفط وما وصلنيش، اولا هذه اولا هذه، راه تبارك الله. يعني ما نكذبش عليكم صراحه الله، يعني كاين عدد اللي هو كبير ما شاء الله على كل السيدات اللي كيشاركوا معنا والحادقات. كيف العاده كنتوقفوا باش اننا كنشاركوا معكم وصفه ديال السيده اللي شاركت معنا. واليوم معنا زهيره من مدينه الدار البيضاء. زهيره السلام عليكم. زهيره فين هي زهيره؟ زهيره فين مشيتي؟ الو اختي جميله السلام عليكم، فين مشيتي؟ لا غير كنديرها سميتو ما تنساش ندير لي زياك بعدا طافيه على الخبز مقابله الغداء ديالك كلشي. لا طافي خليت كلشي. مرحبا مرحبا زهيره، امورك هانيه؟ صحيحتك؟ لاباس عليك بخير الحمد لله ربي يحفظك. قولي اول شيء تبارك الله على الكيكش. الله يبارك فيك. غنبغيو نعرفوا الطريقه والمقادير ديالو، اكيد المنتوجات اللي استعملتي فيه. مرحبا تفضلي. العجين كنحتاجو ربع فرص. ايه دامتي توم نص ربع زبدة شوية الإبزار شوية الملح صفر بيضة نرملو العجين وندوزو للحشوة. كناخدو 500 غرام دجاج كنشحرو مع البصلة مشلضة شوية الإبزار شوية الملح ودامتي توم وإيديال طبيعة الحال. هنا الخميرة خميره وحده اللي درتي؟ ما سمعتكش. درتي خميره وحده؟ ولاباري كنحتاجو علبه كريم فريش وخماره ايديال ومعلقه نشا ايديال وثلاثه البيضات. كنسرحو العجين في مولات صغار كنطيبوه نص طيبه وكنخرجوه وكنديروا فوق منه الحشوات ثم لاباراي وندخلوه طيب وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. عرفتي الجميل في زهيره انها المقادير اللي عطاتني هنا مكتوبه هي اللي ذكرت ما كاينش. اول شيء كيف كنقول لاباري كيش كل سيده كيفاش كتصايبها، كاين اللي كتضيف لها الفخوماج، كاين اللي كتخليها بهذا الشكل هذا. يكفي انك انت درتي نص طيبه للعجين ديالك عاد باش درتي له الحشوه باش هكا كيطيب مقاد. تبارك الله عليك زهيره،
كيف العاده ولكل مستمعات ومستمعين كاينه هديه ان شاء الله اللي غتوصلك وبلاتي وبلاتي تاخذي الكادو ديالك فين غاده قلتي لي طفيتي على كل شيء. زهيره اختاري لي رقم من 1 حتى 5. أربعة غيكون عندك غلاي بالصحة والراحة وبطبيعة الحال ما تنسيش دائما الاسم ديالك سيفغي صيفطيه لنا كنقولوا حنا ربما كنقدروا نتفاداو نغضوا النظر على القضية ديال العنوان إلا صيفطتوا لي الاسم ديالكم بالكامل والمدينة منين ملي كنتواصلوا معكم راه كنقدروا نعاودوا نذكركم باش أنكم كتصيفطوا لنا العنوان. هذه الحاجة الوحيدة اللي كنقدروا نغض عليها النظر أما ما تبقى خاص ضروري يكون توفر. فإن شاء الله كنتمنى دائما لحد كل سيدات والسادة وما تنساوش أن رقم واحد هو اللي كتشاركوا فيه اللي هو رقم ديال الواتساب رقم ديال الواتساب 06 69 70 70 29 وحد موفق ان شاء الله للجميع. انتي اش من منتوج غتستعملي اليوم مع فقره مطبخ ايديال ودامتي شاركينا باحلى الوصفات وفوزي باجهزه الكترونيه منزليه صغيره وغوبو الكتروني متعدد الوظائف من طراز الرفيع كل شهر. ايديال لنغدي الفرحه.